صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 15 لسنه 2021 بتعيين مديرين في هيئه البحرين للثقافه والآثار جاء فيه: الماده الاولى يعين في هيئه البحرين للثقافه والآثار كل من واحد السيدة منال علي يوسف الدوي مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية اثنان السيدة شوق السيد إسماعيل مهدي العلوي مديرا لإدارة الحرف اليدوية